نظم العشرات من موظفي شركة بترو مسيلة في من مختلف القطاعات التابعة لها وقفة احتجاجية أمام قصر المعاشيق بعدن للمطالبة بعودتهم إلى أعمالهم وإيقاف الاستقطاعات الغير قانونية التي طالت مرتباتهم. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا مراسلنا أدهم فهد. أدهم، مساء الخير. بداية أدهم، يعني ما هي أسباب قيام إدارة شركة بترو مسيلة بمنع الموظفين من مزاولة أعمالهم؟ وأيضا مبررات إدارة الشركة لهذه الخطوة التي أقدمت عليها. حقيقة تتحقق شركة بترو مسيلة بعدم مقدرتها على دفع مستحقات هؤلاء الموظفين والذين قدر عندهم ب 500 وعامل 200 منهم ينتموا من محافظة عدن، وقام من عشراتهم اليوم بتنفيذ وقفة احتجاجية. نعم، هذه الوقفة الاحتجاجية ما أبرز مطالب هؤلاء الموظفين؟ لأنها يعني من خلال الخبر يعني يقال أن يعني هناك استقطاعات أيضا غير قانونية طالت مرتباتهم، يعني هل الشركة تتعرض الآن إلى أزمة مالية مثلا؟ نعم، هذا ما تقوله الشركة. طبعا بعد انتهاء الحرب، بعد من الحرب تحديدا مطلع عام 2015، قامت الشركة بإيقاف 500 عامل وموظف عن العمل بحجة أنها لم تعد تستطيع دفع مستحقاتهم المالية، وأيضاً قامت بقطع 75% من مستحقاتهم المالية. الموظف اليوم في شركة بترو مسيلة يستلم 25% فقط من إجمالي مستحقاته، فهو يستطيع العمل أي يعني بأن هذه المستحقات غير قانونية، كونه عمل بقرار من إدارة الشركة وليس بقرار اختيار منه شخصياً. نعم، يعني ماذا ينوون الآن هؤلاء الموظفين أن يفعلوا في حال لم تستجب الشركة لمطالبهم أو لم تعيدهم إلى أعمالهم؟ طب طرف عدة رسائل إلى رئاسة الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، أبدوا نوعا من التعاون، لكن حقيقة لا، الموظفين لم يقبلوا اليوم الوقفة بأنهم سيستمرون بها خلال فترة قبل وضعهم تدهور للغاية. ليس من السهل أن يتم استقطاع 65% من المرتب، وأيضا هؤلاء الموظفين عددهم ليس العدد الضئيل، يقدر أنهم 500 موظف. هم أيضا هؤلاء الموظفين يتحدثون عن وضع ينافسون الشركة، تقول بأنه لم. نعم، نعتذر لرداءة الصوت من المصدر. مراسلنا أدهم فهد، شكرا.